مرحبا. بعد الانتهاء من ترجمة ملف الـ SRT كاملاً، تجي مرحلة الـ Spell Check، يعني تدقيق الملف والتأكد من خلوه من أي خطأ نحوي أو لغوي. بس قبل، اسمحوا لي رحب فيكم بقناتي كاتبة أكاديمي ودعموني بشير وسبسكرايب ولايك. يلا نبلش. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. رح نفتح أول شي برنامج Subtitle Edit. ونفتح ملف SRT باللغة الفرنسية. هذا شغل أحد الطلاب وأنا بدي أعمل تدقيق تشيك عليه إملائيا ونحويا وصياغة الجمل. تمام، متأكد؟ يحاول البرنامج. أوكي، هلا بدنا نعمل تدقيق إملائي ونحوي لملف الـ SRT باللغة الفرنسية لأحد الطلاب. نعمل spell check. spell check يطلع عندي بانل بيطلع لي كل الأخطاء اللغوية باللون الأحمر. هون نحن منصلحها، نعمل next. أحياناً في أخطاء ما بتكون أخطاء، شايفين كل شي باللون الأحمر، مثلاً الأسماء ما بيتعرف عليها بيفكرها خطأ. نعمل skip one، شايفين هاي الأسماء مفكرة أخطاء، بس نحنا نعمل لاسكيب وان. أوكي، هاي بكل بساطة منعدل بالتكست بوكس. مثلا نفرض هاي خطأ، نعملها مثلا نفرض change، هيك تكون تغيرت. اوكي، بس طبعا الاسم صحيح. هلا خلونا نجرب على ملف SRT عربي. اوبن، بدنا ملف نفس الملف. انا اسفة بضلني بكرر لكم نفس الملف، بس انا بس فقط للشرح مو اكتر. خلونا نجرب السبيل تشيك على اللغة العربية. سبيل تشيك عم بيطلع لي القيقب غلط، بس هو مو غلط. الحقيقة البرنامج سبتايتل إيديت ما بيدعم اللغة العربية، حتى لو نزلنا الديكسيونير ديكشنري. يعني مثلا خلونا نجرب ننزل عربي. اوكي، نفس القصة، ما بيدعم اللغة العربية. يعني هاي مانا اخطاء وعم يعتبرها اخطاء. لهيك في حل تاني غير السبيل تشيك. يعني اذا بدنا ندقق ملف SRT باللغة العربية، فنحن هون السبيل تشيك ما بينفعنا، بس بينفعنا اذا كان الملف SRT بلغة تانية مثل الفرنسية والانجليزية والاسبانية والايطالية ولغات اخرى. بس للأسف اللغة العربية لا تدعمها هذه النسخة من برنامج سبتايتل إيديت. لهيك في حل يلي هو نفتح ملف وورد بعدين كنترول A منحدد كل السبتايتلز، كنترول C كنترول V. هيك نسخنا كل التيترات بملف وورد.
هلأ هون عندي غلطة مثلا، الاسم معتبره خطأ هون. لا تعال ندور إذا عندي شي غلطة. شايفين؟ هاي اعتبرها غلطة. لنفرض أنا مخربطة بكلمة معزوفة بحرف، بيطلع لي الورد أنه هون غلطة. أوكي أنا عندي معناتها بسبتايتل نمبر 5 خطأ. طيب نحن تعلمنا بالشورت كاتس أنه إذا بنروح على نمبر سبتايتل شو بنكبس؟ كنترول جي. أوكي سبتايتل نمبر 5. أوكي هون لنفرض انه على الحان معزوفة انا مخربطة فيها معزوفة مثلا بحرف، لنفرض انا كاتبتها هيك بصححها بكل بساطة. وبننتقل للغلطة الثانية بالوورد. اوكي لنفرض أنا نسيانة الشدة بهي الكلمة المغلفة، أحسن ما تنقرا ويصير في لبس بالقراءة بتصير المغلفة، فأنا لازم أحط الشدة سبتايتل نمبر 13. نروح على سبتايتل إديت كنترول جي 13. أوكي بنحط الشدة. هذا السبيل تشيك المتعلق باللغة العربية. هيك بنكون شرحنا السبيل تشيك باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. هلا عندي فايند دوبل ووردز، كنترول شيفت تي، إذا كبستها شو طلع لي؟ أنا اسمي كاتبة، كاتبة طلع لي دوبل دبل ووردز. وهي كل شي بيفيدكم بموضوع السبيل تشيك، التدقيق اللغوي والنحوي لملفات الـ SRT بكل اللغات. وشكرا لكم، باي باي. لأي سؤال حابين تطرحوه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوب على جميع الأسئلة. لا تنسوا دعم لقناتي، سبسكرايب، لايك، وتفعيل زر الجرس. Bye-bye.